بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله وحن كبلا بين آية اللحية كنتم سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار قال الله تبارك وتعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون وحكي لي أن كوا مشركين تاهي لما شيء لا يعلمون آني قرنين وحكم تيستعب هذا وأصنامتي نصيبا قيب بيسين يا مما رزقناه محيان كو أرزقني كمدا تالله الله أن كل أرتيب إلى هيد لا تسألون ولا ويدين دون ولا إذن ويدين دون أيها المشركون عما كنتم تفترون وحاء بين أبورتين إلهي أكو بين أبورتين والذين ودين دونا وحي إلهي كوهر من سبحانه وتعالى كوهر مشركين تاها آيات كوهر القصة والشيغي إلهي مركو كدو القادو اللبك إن هدنا كفرية قال لما يؤون القنيان إلهي نؤو شريكي ليان وإلهي سبحانه وتعالى كوهر مشركين تاهي أما ابن آذن كسيس بإلهي وشريكي يلا مخلوقات ضعيفة وأصنام تجمعتك أي وحلم ده وأني قرني إن وحي عبادكم متيستين أي وحي أنفع يعني وحي دبت إلي مدنا أني قرني إن أي إلهي سبحانه وتعالى وحي وكو أرسال وحكم بدا الصين يعني أقر يان أبا أعلن يان السقا وعن صومر هنا إلى هذين أدان إلهي سبحانه وتعالى دونين ما نان حرمنين سنمنا ما نان عابدنين يقول لك أن الصومر هي أهمات يعني حوله أنت كقبيا بنا إسلام تقرية بنا إلهي بعلا إلهية وإلهي الله سبحانه وتعالى وحي أني يعني أقان اللهين ووحي أتريا أني قرنين أي وحي إلهي كو أرزاق قيب كمد السيين والشرك يقال لما إلهي ودارت سبحانه وتعالى وحي إلهي كو دارتي إنه قيامها ودين دون أو لجور يسند دون كواس مشركين تاع وحاسيا إله سكبين أمورتين سبحانه وتعالى تالله اللي تسألون عما كنتم تفترون وها بين أمورتين الدين كدقتين إله لا كبين أمورتين إذا أمري قيامها والذي ودين وأنا ذكر حساب تام قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون وحكا ويليا لله إله النسبية البنات هبله سبحانه إله يحمان لو كان نسهيه ولهم يغنى وحا أي شريس السيين ما يشتهون وحا يتعلاين ويلشية إله الشريك بيليا وحكا له إله سبحانه وتعالى أي كأف لقى الدودين ولد يا أولاد ليه وأنا كلمة آدي أدعو لص سي إلهي قرآن كما يربض أنا كل شيء إن كلمة دا عليس كذي يقف كأي تهي
أدون كذا ببربوري قاري تكاد السماوات يتفضلن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أنت إلهي أولاد السجين بأولادي إن حبل كنجة إلهي نو كنس هاي سبحانه وتعالى فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيقون واحد سن سبيانة أو قلادين قاتان ويلشي وكيف جعلنا وقف يقفف بدنه استصارا إلهي وحكوا رمي مكه سبحانه وتعالى خلق أي كتاجنا أيان حبلها يمرك أي قبر ودلته سوحا يسمين شرين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى بين هيل هدي متكود لوغو بشاريو إني قبر ودلتي ظل وجهه وجهي سوحا وهانيا مسودا مد مدو ومرغيسية والحال هو سو كظيم ولما وعريسية هاي وعبرسية هاي وحضر كسوب حلاي يتوارى وحسك قرنية من القوم قوم كورد شيء من سوء ما بشر به وحلوك بشاري حمان تيدا صدو قبو أيا مكاسو سكرد ومنية وكقرنية وچكيس أي مسكه يعني متردد فيما يفعل وحاو صمين أيه أما قول لي ما تيالي دونا أيا وكتشانيا أي مسكه ميوكوها يستا المها سيدا شيء على هون على ذل عيب يذل ميوكوها يستا أما سيد أما سيدسه يدسه وحاوك عاصى في التراب العيد. قال تعالى إلهي وحوله ألا هو يساء وحا حماية شيء ما يحكمون وحا أي حكمين حكم كود النوع عاصى أي اللي يتبع إلهي سبحانه وتعالى حلقة جاهلة هي ومضي عربية النبي صلى الله عليه وسلم أحيكون ولا ينهو تدقى آذو أذك حقا عقيدة الشرك بيكون نورا إني السلام إني السلام سلم كبدلاء مرجع حقا كبدلاء حقا دقا كنا سدى إلى هيك ورمي سبحانه وتعالى أيها هاي هدي مد كم بدنا مكان مشركين تاه ليلة هذا قبر باكور دلتي عمره جونية وكحمانية وش يسوع يسب الدليل مدو يعني مصيبة كل عضي ومصيبة ديوسه يتي أي من سؤال كيا ولما هو عمسي هيو كذب هو حوي قفه حلابته كجره والشيء اللي هبرك قرصده والكاذبين الغيظ واتي له قران الله سبحانه وتعالى فهو كذب بين هيل وعبرسي ما حد ذكره هذا الكسب حمايه وحي الله سبحانه وتعالى سي وهبه ادومه امات اولاد وان الله ذي وحوي وهبه الى هي سبحانه وتعالى وضيق له يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة إلهي ما كل شغله سبحانه وتعالى لبضه إلهي هبه كل شيء ولي بحبلها لسوه الرسي يسوه لكن مصيبه بلاي هو أركاية وعبر سيه دي بدنا وحبه قرن لي هاي سوء النولاده يوحو يا لابو قرن لي هاي تدكي عي كفتك الله هاي يعني يتلكي يمعتي ايه فردقيسي مجالس فرسين شريو اسكا قرن لي وابو كردو مانيا محبو كردو مانيا إن لقو عيبه أنا باودراتي سبحان الله برجاه رجع أنت على كور يربى أودلاتي أنا الشقق كل هين وصلات هذا شيء أنا الشقق كل هاي وإلى هاي أبو رتي سبحانه وتعالى أي أبو إسلق قرن يا ولي وحلول دنا وكانك جبر أودلات وجهه ذلك يود ميسيوي وعسكها يا بين هاي لي سبحانه وتعالى إنه إسكها يه وإسكن نولات ولكن إسكو إسكو دول ليسنا دو إسكع عباسنا ده إيه إنه إسكق قرية أو يدو النور بهدو ضر عيد إسكها أصمرية حبارك واس او دبا دبا بلاك كفتمي دحدو وارغي كتخلص عيده كواسي دحدو ساكو فانا با ومصيبه ادي ادوي على ساء ما يحكمون وحا اي حكمان بالي تبا الى الله سبحانه وتعالى وا درين يا شعور اي خلغا امسنايه قفكه مسلم كاي وحا امنانا تي جاهلي با كجرا جاهلي با كجرا رغبا لغا يا امرك اسلام ودور حبلوس كخسيان اي كعرودا قار با لا شيغي كفري او ويدي مخاي حبلو ميدان اسلاميان واخ كيبا دلي مشقه كلده إلهي بابور سبحانه وتعالى مركوا نوع جهل كمد وي المه إلهي كسي وين إلهي كم هذا نقضه وين إلهي سبحانه وتعالى مات يعني آد هذا نقض وبدسا وقد كجدون تا إلهي دقض وكسي. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء
للذين كوي وحا أصغنا ذي لا يؤمنون بالآخرة آخرة عن رميسنين وكفارتي مثل الصوء أي صفة اللي صفة الصوء صفة حن يتلمات حن بيليه جهل له مها يعني عقيدة حمله عقل حمله أي ليه حمان ربي ليه بيله سبحانه وتعالى قف كان آخر رميسنين إلهي لا عن رميسنين حمان أو ربا أسوه يتي ولله إلهنا وحا أصغنا ذي المثل الأعلى الصفة العليا صفة الصلاة هي صفات الكمال كذا ما يسكترن أي إلهي يسكلي سبحانه وتعالى وهو إلهنا العزيز الحكيم إله سبحانه وتعالى عز بضن غالب على أمره تيس بات أمر كيس وصعد عليم كاه أدومه سوحي كسوغيهين الحكيم من حكيم بضن مكا سوحي وابوري يوحي مكا وسود جني يبع إلهي سبحانه وتعالى سوحي حكيم يبكا سي يعني قصد وين كله إنه أبا إن فهنا حكمة ضمينا فهمنا حكيم وإله إلهي سبحانه وتعالى كوا أنا آخر رغم إثنين وحي إلهي لي وين لي تان وكوا ما تسفح له مركا ما دام إلهي سفلا كشيغي إن محمهاي الله قد يضعوا مثال لقد اكتورا كبس دي لدتي كي إلهي سبحانه وتعالى رحمان كشيغي كافر إلى آخر رغم إثنين وانقرشيه سبعي نروشي سبع آخر كجرين أدقوا مسلمين قد يطا وذسقوا حمودا سدى ما تدعيسا وحوي وجهل أي دينك جاهل له وي إلهي بس فسر الله سبحانه وتعالى إلهي أمرك زين له قال سنادو أي مكان لنا فريا قال الله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو هدي يؤاخذ الله إلهي وكق بالله الناس بني آدم بظلمهم ظلم هي معاصي أي سمين هدي وكق بالله ولود الدشين لها أبال كيوده ما ترك عليها ما ترك إلهي كباتك كمتغين عليها على الأرض لكن كركيسة من دابة مخلوق نقاق إلهي كمتغين ولا رجلها ولكنها ساعة يؤخرهم إلهي دب وقدقيا إلى أجل مسمى إلى أيام دعي من عند الله سبحانه وتعالى إلهي أكتك عيما أي دب وقدقيا ما تأبى المريد وذي حسابته ده فإذا جاء أجلهم أجشى إلهي وقبت أي وقت قال الله وقبت مركو يمادو لا يستأخرون ساعة ساعة بوقت كوبان كما دبدا عيان ولا يستقدمون لا يستقدمون عليه كما نصهر ريدونا بنا آذن كان قف با كبوحة قف كاعي سمين أيان مد إلهي بدفرة مد إلهي أشريق يالا مد إلهي أقول لكن عسيان سمين أيو إلهي أمركي سديدة حاران تولاقضة أمركي واجباتك إلهي كالصيح ذو كالتقى بنا آذن كم عاسيس ويفربضانت ظلمك أي لا إيمان يا رب إلهي هذا الظلميان وشركه لا إيمادين أما يقول هذا الظلميان يا مخلوقات كلها كلنا نقول بهذا الظلميان هدي إلهي سبحانه وتعالى الذنوب توضك قاد لها أدون كم يجوا جنب إلهي الله سبحانه وتعالى يجا أي مخلوقات كلها تونا أنت كلنا وقلا فلها يجا نوال هلاقي لها مخلوقات كلنا دم بجنب هذا كبر وقلا فيها لو هلاقي لها ما ترك عليها من دابة مخلوق أدوية كلنا نقول بق لما أركان هدي دم بجنب هذا كلا قاد أيه إلهي سبحانه وتعالى الدنيا لكم قادنة وحي إلهي سعود الدشية تنبيه هي برار كنت أمو يعني إلهي سبحانه وتعالى أضمها الدب وهذا ما قادر مو حسابين يوم با إلهي وطلق إلهي سبحانه وتعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين هل كاسب بلنتو طيب إلهي إلهي الدب وقردك حسابين توذي أبل مرين توذي ومدع يمن وإلهي أكتك عيمن أي الدب الله وقردك وقيامة مركا وقت قاسي مادنة كان الدب دعي ما يان وكهف صامي ما يان كان صهرين ما ينبي إلهي سبحانه وتعالى والتهديد يوعيد إلهي إن تصيه إن الله يسكد دافين وحي مكا بن آدك أي سميان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تصد ميسا ويجعلون لله ما يكرهون قال تعالى ويجعلون وحي لله إلهي ما يكرهون وحي يوعي النعين وتصف ويتلمام سألسنتهم عربية ذو الكذب بين بشيغيان بين تاسوء أن اللهم الحسنى إن الشنس كيليا لا جنم حقا دبوحا أبا لا شك عن شك كجرين أن اللهم النار إن النار ليه شك كمجر وأنهم يقوم مفردون إنه كولا قتك دونه أولوه قال قدقاق دونه مفردون متركون فيها لا تلقى نحتاج دونه إن يهين شيء كمشرو
waxa lagu celcelinayaa aqli xumadooda inta ilaahay u shareeg yeelana ilaahay walad u sugeen ayay waladkiina haddana waxay ka dhigeen qaybtii iyagu ay diideen bani aadam ka mid ah hablihii wa ilaahay waa sugmid addoomihii subxaana wa tacaala laakiin qaybtii iyagu karaahiyeysteen ee iyagu ay naceen ayay haddana ilaahay u sugeeno may odhan ilaahay rag buu dhalay ilaahay dumar buu dhalay bay dhahay dumarkeena iyagii baa dhacay sababa waa aqli xumo siiba waa aqli xumo yacni mutaacafu wey وكا والله يعني سي يقول له سي هي بلا تلمامية يزعم الله ما يكرهون إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامين بين شيء غيا مركا إلهي هين جنة نسك قلينا يقول نوع عاصة هذا نعي جنة شيء غنيا وبين بين إلهي الله سبحانه وتعالى وحاشا كما كتشرين إن كواس النار إلهي هين ولبا النار تعلقوا إلا بدونه خالدين فيها أبدا هل كاي كواري دونا يفرضون معنا لك قتك دونوي تالله إلهي بان كل أرتيب إلهي سبحانه وتعالى لقد حقيقي أرسل الله وانو درني إلى أمم يعني أرسل الله رسلا رسل بانو درني إلى أمم أمضان أدر من قبل كأذية كاهرين محمد صلى الله عليه وسلم فزين لهم الشيطان شيطان كأقرحي أعمالهم أعمال شايله من يعني قال لماذا هيد أي شيطان كأقرحي فهو شيطان كاسي وليهم سيد كود ويا كامر قاتن اليوم مات ولهم وحى إليه عذاب أليم عذاب كلول ويليه وعلى تصالين يا ونبي محمد يدو إلى حكسو حلقة بسنة يوم عليه الصلاة والسلام وحى إلى حي رب بان كل دارته رئيس هز مجيء سيله كل دارني سبحانه وتعالى إلهي وحى حق ليه وحضور كل دارته لكن موقف من كاهي إلهي بكل دار كراه وحكى ربنا عليه مشلو الله كل دارته وحن ودرنا رسول ummada ka horeeyba nabi maxamed oo u dirnay shaydaan ba ka adeegay oo u qurxiyay amalkoodii xumaa iyo gaalnimadoodii iyo ciisiyankoodii u qurxiyay shaydaankii bay adeeceen saasi halaag iyo cadaab ku mutaysteen wuxuu waliyuhum al-yawma huwa mutawalli umurihim al-yawm iyaga markaas shaydaankaas maanta arrinkooda ka taliya halka yoomkaasi laba tafsiir bay culimadu saareen oo fi dunya aw fi al-akhirah في الدنيا وقت اللي يوقفك إلهي ديدي إيه أنبياء إلهي كتبت إلهي ديدي شيطان بقى سيدة شيطان بقى طلية أو هجامية أو قرحية أو إلا عذابك وكهم صدع أنك تجينين مركا اليوم في الدنيا إن دو تشيدو وتفسير تفسير كلا ذو حوي ما أنتو قيامه إلا تشوبه وقيامه مكان لك أيلا جحد ليه شيطان بقى ولي جود أهو يسون روحك كرين ماي ولهم عذاب أليم عذاب مؤلمنا oo kubo oo koreeliyana way leeyihiin marka kuwana loo maatay yani ayaa loo digaya oo leey sida kuwa hore yeelan hayeelinay nabigeena maxamed raa alayhi salatu wasalam qala taala wama anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum wama anzalna ma nasudatin alayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam ya muhammadow adiga kugu ma nasudatin alkitaba kitabka quraanka illa muyana litubayyana in adu cadaysa lagu soo dajiye lahum ضد بني آدم كه الذي شيء اختلفوا فيها سو خلافين أمورها الدين تاه وهدى هن إن النقطة بالله سود شيء ورحمة ين حريص لقوم يؤمنون كور ما ين يكتاب كاسين هن ين حريص النقطة أي الله سود شيء أديك أنا محمد عليه الصلاة والسلام إلهي بكون سود شيء كتاب القرآن كه وأحكي لكم سود شيء وحلو سود شيء إلهي حكمة وكل يعيت هاي ضدك ديما سو خلاف سنة الدين تحقق وعديسه لتبين إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه دين تعسو خلافين ويهود وحيد هذين أنا قاعد توصى نصارى وحيد أنا قاعد صحصن مركاري ما هاد دين تعسو خلافين دين إسلام كي لهيك عديه ما قصير لهيك سبحانه وحليه إن الدين عند الله الإسلام إلهي أكثر وحب الدين أو إلهي أقول سبحانه وتعالى إن لو عابده دين تسلم كوحي فرس ما كان الدين تحقق عديسه أو ديمها كلا ما تلسكو خلافي إلهي إن سبحانه وتعالى النسخ خيطت كي لوسه دشينا أي باب إيان أي ما تقلدين إن لقدت أو دين تحقق هاي دين إسلام كأعضو عديسه إلي تهيت إلهي أقول يا هاي عيال لوسه دشي وحكرو كتابك لوسه دشي إنه هنون نقضه هداية رحمتي أن حريصنا أن نقضه أنت رمين يستمع مماتي مؤمنين تأه إرميسا الله ينور سبحانه وتعالى
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله إلهي سبحانه وتعالى أنزل وسودتي من السماء استمضى إلهي كسودتي ماء أنبيه فأحيا به بيها إلهي سببته وضوحا وكسون نولي الأرض لك إلهي كن نولي والنبات يبكى سداق وكسو صار يزرعي بعد موتها بعد يبسها مركي إنجكتي أي دماتيك بعدي أي إلهي سون نولي سبحانه وتعالى لك مركو أباروبه سيجده وهو ده ميتبه إلهي كشاك وحد انتهي أوكالين بيها مركو الرابو كدعوه مكاس يعني وعقاره علنتي يدوق يسكت صباحنا إنه النوال عظيم إلهي كل شيء سبحانه وتعالى نربو من تليه بيها صلى إلهي كصان ولايا إن في ذلك أنت على صور شيء وحكسوغن لآية آية باكسوغن لقوم يسمعون ضد مقلية أو مقل كاسي وحكفه مية أي آية وكسوغن تهي آية كسوغن ملك إلهي كعدي سبحانه وتعالى سلا إلهي مات سبحانه وتعالى كورد إنت وصان ولاينا يوم إن بني آدم كان نتنا الله صنع لدينا قيامها بعثها أي الدليل تاعي أرنتاس قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم حيدي كسوغن في الأنعام نعم وليد أرنقتان وحوله نولاي لعبرة اعتبار ما كسوغن وحلقوا عبرة قاتوا أي يدين كجروا آيات إلهي سبحانه وتعالى أي يدين كده موقتا قفكي ماتي أركي يندقبة سيدي آيات سوي منيسا نسقيكم وانو إذا كورا بنو إذا عبسينا مما شيقي في بطونه علوشي سكتشرة مخلوقا يعني مع النعم كالسكوية هذا علوشي سوحي كتشرة أيانو إذن ورا بنو إلهي الله سبحانه وتعالى من بين فرث وص يو دم ديك دحدود أيانو إذا كورا بنو لبنا خالصا عانا صافية صائغاً وهم قري مرق له للشاربين كوا عبيهم سوى ناساً أو معان أي قريان يضع آن ماتي يعني آني وحباء حكني آني جرم ومن آيات الله سبحانه وتعالى إلا يحلي حورها دقاني سان بعبر يدوك السوقنت دليل إلهي لقوا أخوان صدوء يغا يدوك فلان سبحانه وتعالى وإلهي الله سبحانه وتعالى وحي آيات أسك كتشرته علوش نفك حورها علوشي سوحي كتشري أي إلهي سبحانه وتعالى عانا إذا كسية ما كتشري علوشي سيه شركيسة وحا كتشري أوسك علوشي كتشري إيديقة سكوحولة إيه شركيسة ما تدح مرأي لبدأ نحذو دانو عانا إذا كسي من أبي إلهي سبحانه وتعالى وأورشد عجيب وصعوتا حطب النافقة حوالي إنتو عنو أمبو سوع ببيو أي هبيك عانا لقام على صباح حطب حلق صوت داقو أي عانا مرنا وبدي مرنا ويريا وحين عبي نوام حي عانها نعاني عبي نقو قرين نوام حي وأوسكي يديك ينفك حولها إلهي أيوك صلح ميري سبحانه وتعالى أرمله قدال مله وحوية عانها ينقفر بردمين أيوك قرين أيو نكي قبي يمحولي ندردم أيوك قرن أيو نولي قبو تشامبولي أروتيس هلكي مكا العبير نقو قرين أيو هلكي سيمر يالي قبو تشيني يصول قرن ماي برضو فرسو إلهي بالله سبحانه وتعالى من بين فرث ودم ووسك يليق دحدودة أي أنه خصوصا الربي إلهي إذا كورا بنا لبنا خالصا عانو صافية أو أحبك كتشرين ونليق أحبك رسعونين ونوسك أحبك رسعونين ردن إيا أر إيا مدب مدنا آنكو شقلحين أي إلهي كسارة سبحانه وتعالى صائقا كواسو قرقرؤ له سو سياق معنا حوية أهم قري مرهو للشاربين كوا عبية أي سيما تمعان وعبان وأن وحالي على رحمة كاسي يعني كتوك سنية أن بقى يكون عان آن اللهي هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل مرها جيت مريتك وحا كم دي ولا عنابي عنبك مرهيسة ثمر با كم ده مرها سيعا وحا كم ده مرو تتخذون منه أكدقة سكرا ما تذكرون به وحا كو سخرانتان وخمرقي أكسميستان يو رزبا حسنا أرزاق ونعسن حلاله تمر نمده إذا يزيبت أكو عنتان إن في ذلك أركاسا لآية
آيات بايد كسوغن إلهي أودي سي عماتي حان عنايدي ستلماميسا لقومي يعقلون ضد عقل له أي مكة كتد بري أو فهمك له والنعمك له يا آياتك له إلهي صوب الدقي سبحانه وتعالى جيت مريتك مرها تمرتها جيت مريتك لغا قوستو إيه مرها عنبك جيتك عنبك لغا صوب قوستو أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى إن مرنا سيدة الله عنه وإلهي حكوشة يتعال رزقا حسنا كتمرت سيدة الله عنه عنبك سيدة بس بما لغو عنه بما أتي على الأردنك لغو عنه رزقا حسنا بإلهي حكوشة سبحانه وتعالى وعكالو يكاد لغن شرين ما أنت ميران أباي خميريا وحي مكا يعني خمر كسما يستان ويكو سخرامان مكا يدو حيزويد كسيدة خمر كالحاراتين مينين إلهي سبحانه وتعالى ملاها تمرتها iy madaha ciimka raa waxa kamida madahoodaasi kuwa marka ka dhigataan khamri aan cabtaan ka sameeystaan iyo sharaab amba risq wanaagsan iyagoo ahaan saxraan lahayn aa cuntaan arintaasna aayad bay ku sugano yaani geedka marna siisa u cunaysan marna sharaab ka sameeysanaysan min ayati illahi wa subhanahu wa ta'ala wa madaha ilaahay quraanka ee badan ku sheegay cinabka iyo maaka iyo nakhilku aayada waxan baa la bixi kara dad aqli leh oo fikiraya allah inaga dhigo يعني القرآن كله يقول الله هذا واد يا ميسا يعني على قوم يعقلون لقوم يفقهون لقوم يعلمون تسوتش إلى القرآن كله هذا قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحى ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد ربي قال وحوسه وحيودي إلى النحل شندة وحي الهام بل وهنوني وي ودي قرنسين إلى هذا سبحانه وتعالى أن اتخذي سمي سبع لقويلي وكيّر من الجبال بورها حقه ذا بيوتا قريا ذوه يتكسميسو ومن الشجر درترة قريا كسميسو ومما شيقي يعرشونا بن آدك وعي عريش كدقانا أي سقف وصميانا إساقنا قريا كدقا بين هيري سبحانه وتعالى شيني حي ثم دبيدنا كلي صوع من كل الثمرات دمان بلها كبحا درته وحكسو قاضو وكسوعن فسلوكي واحد راعدا سبل ربك طريقي ذا إلهي كو سبحانه وتعالى كو صخري ذللا حاليهن مذللة مذ إلهي كو صخري سبحانه وتعالى طريقي ذا ربك كو ما تفري يقو كو صخري وذا أنبنين أنباهم كاسيانا اللي حنين صورا قال تعالى يخرج من بطونها إلهي حلوه نشمل ما تشنه ذا سيعلو شيء ذا وحكسو بحا شراب وحا عبتان وملب كيه مختلف ألوانه مدبريس وإكل الدويهين فيه دحدي سنوحا كتشرة شفاء دو للناس يذكو عيكو دوبان إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون هل كان آياتك لأيدين كتشرته تتفكر إياه أي كلب حكراني ما تفهم كرام إلهي آياتك سوي فربدي سبحانه وتعالى مخلوقاتك إلهي نوصخ ري أي كل قد نذل وحوي في كل شيء له آية تدل على أنه واحد إلهي وحكوه رمي شندة وأنا أردت لكم أقعد رئيس سورة ده سورة النحل وميش كلي يا قرآن كالوشة الشندة هي مكاسي ونقنطم هي سيدة مكاسي مات إلهي وإلهامي سبحانه وتعالى وحي بها ربي سي وحي قاس وقرشو إلهي سبحانه كباري يدرين إلهي سبحانه وتعالى كو إلهامي تاسو إلهي سبحانه وتعالى وفرعيو إنه قريها سميسته بإلهي يدقيسو بوره يعني حتى دحوه ذلك سميسته لرته إنه كسميسته مع تميلا يدقته قاقورتي يا معتي يعني ماليها شنو كل ليسي أما ملاه كسميني سي عندما أثمربك إيه وحي بن آذك أسمى يعني عريش وقد قال ماله يوحنا ما بن آذك يقريها بن آذك يددان إنه ما كاسي كسميسته إلهي كو إلهامي سبحانه وتعالى ميل بيدقيسا هل كاسي كسميسته مكان يعني قوري قيدي إيو قلب كيدي أي كدي هرنسي هل كسميسانيس وإلهام إلهي سي سبحانه وتعالى وحكرو إلهي سبحانه وتعالى أوفري إني ملها رتا متك استوحك سوقاته من كل الثمرات بإله إلهي سبحانه وتعالى لما أن ملها بحا أوردن وحك سوقاته رحيق بالإلهضاء ويسون نوغيسة وبحاية ملها وحي كجلة مكا أتسون نوغتو يدور لانسان وسيدوحي مكا أي سوقاتي إلهي وصخر سبحانه وتعالى إني سومرتو او ما ته ودروق لا اله الا سبحانه وتعالى ودياري اي او دليسر اي سومرته ذللا يعني مذلله لك شنو وحي او فوفتكتا ميله فوق مستافات كيلومتر راه اي او فوفتكتا منا انبطو
قولي جيدي بكسون قنيسة ومن آيات الله سبحانه وتعالى ولا شذا يربى توجت فوف تكتو نباها صوقة بصر سوا استبص عطه قولي جيدي بكسون صعته أمر ما يسوي له بس سخر سبحانه وتعالى تنها هو ذي الدولة يسا قولي جيدي أنا كأمر ما يسوي بعد كبير ما يسوي آيات داسة إلهي كل شيء جاي سلوك سلوك يسوع لربك يذلولا درجة ربي راع يجو كود ليسن وأنا كبيرينين وحيجي إلى هاي سياش ندوة تسوي وحي إلى هاي نظهر من سبحانه وتعالى وح أي مكاسي يعني سميسه يبن آدم وسوي انتفاعا إلى يبلع علوش إذا وح كصباح شراب وعن رفض أي تفيسه يرحي قاي سوق عاد يسوق جينيسه أيام لقسي الشقين يا سدح نوع بيقف استقبل الأقوى سوق عاد أبوه ده يكوى يجو مكاس شقارة هو جده كتير لودي بيو أو مكاس يجو ما أحتيا كلا شادي ريو نلعب كده جيا iyo kuwi gaar ka hayl aan ima rokaas waa dawladdano maad meesh taalo weeyo maad shaqeynaysaa waxa caloosheeda ka soo baxaya oo anuufta ay tufaysa ah malab iyo sharaab ay ku sheegay subhanahu wa ta'ala malabkaas midabkiisu kala duwan yahay midab badan buu leeyahay malabku inagu maraano mid gaar ah aanu dhaqaanaa inta badan laakiin cadaan buu leeyahay waxa uu leeyahay muxuu ahaa yani malabka ay midabkan inagu u dhaqaanay xusuusta abu leeyahay mid madow uu leeyahay intaas oo nooc buu qaybsamaa dawa ku jirtaa ilaahay leeyahay bini'aadamka ay ku dawoobaan oo malabku uu dawayay yahay ilaahay quraanka ku sheegay nabigeena maxamed (NNKH) uu ku dawayay oo uu waatay xadiis saxiix ah ayaa ku soo aroray inuu qofaad xanuunsanay ku dawayay nabiga (NNKH) ayntaas ayaad baa ku sugan laakiin ayaadka waxba kala bixi kara oo marka ku intifaacaya laqoomi yatafakkaruun qala ta'ala والله خلقكم ثم يتوفاكم والله إلهي تبارك وتعالى خلقكم سجد نابوري إذن كنشرين ثم دبنا يتوفاكم إلى هود أفسنيا مكاشين ودمعته ومنكم وحيد كملة من يرد مدلو علني إلى أرض العمر عمرك كيس اللي تو وجوي أساس قوي لكي لا يعلم سيانو أضون كاس أقرنين بعد علم إنتو أقون إي عقل لهاد دبديد شيئا شيئا بأن أقرن إن الله إلهي عليم قدير إله سبحانه وتعالى يسوي أقوي أدوميه سياح واشودة قدير على ما يريد وحدون إله وإله كريك سبحانه وتعالى أود ردينا يا أود إلهي هذا بيس كتربا لإنه شغية إذن كون شرين بإلهي دكان سبحانه وتعالى مركع وقت ينو رمضانا إلهي وإذا نفسنا يا أدوك وإذا كحينا يا كابن هذاك مدن هرر وشرين دبنا وشرينين سيد الله سكوا قل هذا ما سبحانه وتعالى الله كان هذا رقاضية ما كورنا اختيار لقمصين ما كده بنا اختيار لقمصين أيه ما كان إلهي ما كعرته ما شرته إن الإله هو كان سنة تأيي ما كان كاي منسى واحد كم ذا إلهي لي سبحانه وتعالى عمر قلور دار أيه وعمر الدار إلهي سيو مركا قاله عمرك كيس أوليته أرض العمر كحوي وقف يعني عقلك يسي يأودي يسي يحوق يسي باي تجاه ودليله أود سكر لسانه عاريشين وحكسيد عمو يعني وحسكر يعني عاريشين ونبي صلى الله عليه وسلم حيوله كم يقرأ من صو الكبر يعني الدع مرتي ويناتي أو جبو جبوه أو سكر دبنا مضنا كل مضطه نبي إلهي كم يقرأ صلى الله عليه وسلم أضون كاسي إلهي عمرك وديري وقت جا قاري waxa uu markaa noqonayaa mid aan waxba garanaynin intuu cilmi iyo aqoon lahaa hebel oo la yaqaanay oo aqoon lahaa oo aqli wanaagsan lahaa oo talin jiray ayaa maanta naftiisa lagu haleynaynin ajiib ma waxa la wax la weydiinayo wuxuu garanayaa tole aan jirin wax walba ilaabaya naftiisa kale ilaabaya dhaafiga bini'aadamka tilmaamaysa yaa wada ilaahay xamaata kamilka ah ilaahay waa aliim subhanahu wa ta'ala adoomiisa oo cilmi badan yaa buurtiisa ba waana awood buu leeyahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dooro والله إلهي فضل وكلا فضل بعضكم بركين على بعض بركة كلا وكفضل في الرزق حق الرزق إلى هود كلا فضل سبحانه وتعالى من غني باكرة من فقير باكرة من مالك هو يسوي باتي محمول كياكرة من مملوك هو أضانه للي باكرة ما كان حق الرزق يا دويد معامل كذا إلهي بيد كلا فضل سبحانه وتعالى بحكمته سبحانه تصوح ويوامد موقطة إلهي ما ربنا نقرأك وكشاكي لكن هكا مثال بالك وضع قال تعالى فما الذين فضلوا فما ميهان الذين كوي فضلوا لفضلي إدارات كالسي
براد رزقهم رزقا يملك إلهي سيك وكو علنية على ما ملكت أيمانهم أضمها قعنت وضعك حيا أفهم دبنا إياه تتكا وحله إيا أضمه فيه ماركا سواء يسنا ذا أفبنعمة الله يجحدون من نعمة إلهي بيديد إيانو إلهي وشريك إيليان وحي إلهي كورم سبحانه وتعالى مثال تتكا إلهي برنا وحسي مال يهانتي يماتي ملك إلهي سبحانه وتعالى سي برنا فقير بإلهي كدقي أما سأضوما بالله كدقي كون كلا أيكم آتي أدك سدان ويكا خدم أهو أيش وشقية إلهي سبحانه وتعالى مدى عيسو قف بني آدنو إلهي ملك يهانتي وسي إنه أدوم كيسي لا يشو ولا وحن لا يبقى إلا يلو وإشراكه كوا هذا المالك يملك يقولها أدوم كيسا إشراكه كوا نقضاء ما دع عيسى إلهي لي سبحانه وتعالى ما هو قول الدين يعني لكن يو قول يعني سقو سيده ملك له هنتي له بقمات يعني ملحة إنه أدوم كيسي لها وين السمان يروح البي لا يلو إذا كسر قل ماها هذا يدك ديدين حي إلهي هو قال سبحانه وتعالى وحن لا يشو ثرك وكاسوي الضون يرى الهي عبوري أو ضعيفي أم بالجماد ينقح ميليا له إلهي بوحلل لي يهي حوى قراتي ما إلهي سبحانه وتعالى لي هذا يدفع أيضا تاوى قولي أفبنعمة الله يجحدون من نعمة إلهي سبحانه كم من نيستي أهمات يعني عقل لي علم لي أهنت لي أي ديدي يعني دفري يعني عدك لا أيسين يعني يقول ما أقراني يعني محلي يشو والله إلهي سبحانه وتعالى جعل وحكي لكم إذا كيدين يالا من أنفسكم نفهنا إلهي وحيد كسمي أزواجا لمانه وهوين كوي رقو إلهي نفهنا إذا كسمي لمانه أو هشتان وآدم يحواء إلهي نبي آدم بأبوري مركي إلهي لما يسترى إيماته يعني نقضي مخلوق نول السجود يقول عذي محوها يعني السجود وهي شيء إبليس كله ماي كبعد ما إلهي سبحانه وتعالى حاونا إلهي كابور سبحانه وتعالى من ضرع أعوج يعني فردس كابور سأحذك شجس الله عليه وسلم مركو هل بين إلهي سبحانه وتعالى وشجر اللي تسكنوا إليها بين هيل هنا كحس الشان وهو الشتان أي الله يدك أبور وجعل لكم وحي إلهي دينك يا لي من أزواجكم هوينك ناسنا بنين ويلل معنى أولاد وحفدة هي أولاد الأولاد إلى هاي حوين كاسي ودين أبو ري زوجاتك هي حاسس كأكد كان إنسان وحي إلى هاي دين كبر سبحانه وتعالى أولاد أي دين دلال هي أولاد أسي أولاد أسي كده شو حفدة وحوي معنى وطرف طفيرتي هي ترك كده بوي ورزقك من هوي حيدك أرزاق من الطيبات وحونا سنو الطيبات إلى هاي دك أرزاق ومريه يماتي عنتدي وانا سنيد بين هيدك وارزاق أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون إلهي وصوب النقية سبحانه وتعالى نعم كي إلهي نسي إلهي بيد الأبوري مكاسي إلهي الله معنى ذكر لك سبحانه وتعالى وچنسيني بشر كاهاي النبي آدن إلهي كابوري أي حاوة أسلا چنسيني سيو بشر إلهي كده حاوري سبحانه وتعالى لفتيسي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء إلهي نفر لك أبوري نفتا لما نهي كده حبوري رقي دمر لك كده ليب إلهي سبحانه وتعالى إلهي كبقى مركا إلهي والنعم سبحانه وتعالى وما تينقوم من الشيقان أيه ومن آيات الله يأود إلهي روية الماميسة إلهي هوين كاسي ويدين كأبوري أي إلهي سبحانه وتعالى يدين كسي هذا أبط أبط كاسر أبط كلاسي دلين إلى قف سوى الدنيا كنور وأو يأو لا بعض الصين نقض إلهي كسم سبحانه وتعالى والنعم إلهي بحيه وحكروا إلهي ذي سبحانه وتعالى أرزاق وناسن ومات يعني آن حيوان كأي بهرها أي حوله وحيعنا وحك وناسن أي إلهي ذي أرزاق سبحانه وتعالى وكرامة بن هذا وقلمة أنت صبوا النعمة إلهي أفبالباطل يؤمنون ما صنم كباطل كأه إن أنت مدنا كيني كرين أي ثمانية بين إلهي سبحانه وتعالى وبنعمة الله هم يكفرون إلهي النعمة دي ساسي أسينا بيك كفريا ويديديا محيب رياضك ساسي أسينا والله أعلم وبالله توفيق.